تحياتي ليك كابتن محمد بركات من جديد من ملعب المباراه، ومباراه بتجمع بين فريق الزمالك وفريق الاسيوطي. بالتاكيد نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 25 نقطه، ويمكن عينه على ثلاث نقاط النهارده. يمكن مستر نبوشه ركز مع اللاعبين على اللعب على الكرات العرضيه وعلى الضغط من بدايه المباراه ليحصلوا على ثلاث نقاط. وايضا في بعض الغيابات اللي موجوده لنادي الزمالك وللاصابه ايمن حفني وباسم مرسي، مؤيد العجان، محمد رمضان، محمد ابراهيم، ومحمود علاء. اما الغيابات الفنيه احمد رفعت، خالد قمر، علاء شبلي، سيسي. خليني اقول لك يعني كابتن محمد ان قبل المباراه هيكون في دي احداد على روح الشهداء بالامس، ودي كانت كواليسنا من ملعب المباراه. والان الكلمه ليك، تفضل يا كابتن.